السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم لرقم فارس في حلقة جديدة وموضوع جديد على قناة ثقافة ومنوعات أتمنى من كل قلبي إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها لرقم فارس أن تضغط سبسكرايب اشتراك أو أبوني على القناة من خلال الضغط على الزر الأحمر لتساعدنا في تطوير محتوى القناة إذا كان لديك أي تعليق أو نقد بناء أو أي شيء أكتبه لنا أسفل في التعليقات فأنا دائما ما أحب أن أقرأ تعليقاتكم لايك لهذا الفيديو نبدأ على بركة الله. آه سوف اشارك معكم هذا آه الملف على افكت آه عندما تقوم بتحميله يفتح معك بهذا الشكل كما شاهدته قبل بداية هذا الفيديو يمكنك استخدام أي صورة تريد ليس هناك اي مشكله آه مثلا في المقطع الاول او المقطع الثاني او الثالث سوف نشرح على مقطع واحد فقط وبامكانك ان تطبق نفس الشرح على كل المقاطع نفس الامر مثلا آه اريد ان اغير المقطع الاخير اضغط مرتين متتاليتين على هذا المقطع بعد ذلك أه تأتي مرة أخرى إلى إيمج تضغط عليها مرتين متتاليتين الكومبوزيشن الخاص بالإيمج أضغط مرة أخرى ضغطتين متتاليتين فكما تشاهد في الأسفل كل مرة يفتح معي الكومبوزيشن الذي أه أه فتحته أه هنا أه فتح معي فينال ايمج هذا هو الكومبوزيشن بعد ذلك فتحت ايمج 6 أه الكومبوزيشن الخاص بايمج 6 بعد ذلك الكومبوزيشن آه كما تشاهد هنا يمكنك ان تقوم بتغيير كل شيء مثلا دعنا نقوم بطريقه تغيير التكست كل ما عليك فعله هو ان تحدد الطبقه الموجود عليها التكست بعد ذلك تضغط مرتين متتاليتين وتقوم بكتابه داب. العنوان الخاص بموقعك انت عفوا انا مختار اللغه العربيه آه هكذا بعد ذلك يمكنك أيضا أن تتلاعب في الحجم حجم الخط أو نوعه أو أي شيء تريد أن تقوم بتغييره هكذا تستطيع أن تغير نوع الخط كذلك تستطيع أن تغير لون الخط من خلال الضغط هنا وتغير إلى أي عينة لونية تريد وتضغط أوكي ليس هناك أي مشكل بالنسبة للوجو يمكنك أن تغير أي لوغو أضغط مرتين متتاليتين هنا هكذا أه بعد ان قمت بسحب الصوره الخاصه باللوجو التي اريدها اقوم بسحبها هكذا أه بهذا الشكل أه اقوم بالضغط على اختصار الاس ليفتح معي السكيل الخاص بالصوره واضعها مثلا أه هكذا أه بعد ذلك اخفي هذه العلامه فقط من هنا من دون ان احذف اللاير او اي شيء من هذا القبيل حتى ولو تحذف اللاير فسوف تحصل على نفس النتيجه لاتى بعد ذلك الى هنا نفس الأمر نفس الشيء فيما يخص الخلفية مثلا تريد تغيير الخلفية بصورة لا تريد أن تأتي هذه هي الخلفية تسحب الصورة التي تريد أن تكون خلفية وليس هناك أي مشكلة على الإطلاق هكذا مثلا وتجعل من هذه هي الخلفية مباشرة بدل من solid كولر تستطيع أن تجعل أي صورة خلفية أو تضع solid color ليس هناك أي مشكل على الإطلاق آه مثلا في الجزء الأول آه نغلق هذه لا نحتاجها بعد الآن مثلا أضغط مرتين متتاليتين آه هنا آه وأريد أن أغير آه الصورة الخاصة بالجزء الأول أضغط image هكذا مرة أخرى image لتفتح معي الكمبوزيشن وأجد الصورة الخاصة بي اقوم بسحب فقط الصوره التي اريدها ان تاتي مكانها واخفي هذه وارجع الى الجزء الاول لاشاهد كيف يحدث تحديث اوتوماتيكي للعمل فقط اقوم بجعلها اضغط على حرف S وافتح السكيل أه هكذا ممتازه دائما افتح السكيل أه هكذا بالنسبة للتأثير الصوتي فهو طفيف جدا للانتقال وما الى ذلك ايضا بالنسبة الى التكست فهنا استطيع ان اغير النص واكتب النص الذي اريده مثلا دعنا نكتب جو اخفي هذه لاشاهد التحديد الذي قمت به هكذا اضغط مرتين متتاليتين اكتب مثلا جو ويتحدث اوتوماتيكيا هكذا فقط بشكل سريع لاريكم طريقة التعديل تاكد دائما من انك تعيد العين هنا بعد ان تنتهي و وانتهيت هكذا و بنفس الطريقة تقوم بتغيير كل الأجزاء يا صديقي كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم بشكل سريع أتمنى أن يكون الحلقة خفيفة ظريفة عليكم شكرا على حسن المتابعة والإصغاء حتى نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد يوم غد إن شاء الله سلام